محمد حناش سفير الجزائر في بروكسل حاليا. هذا السفير اللي يعني خدم العصابة في مختلف أوجهها. لما كانت في عهد شادي بن جديد كان خدم كسكرتير أول ثم مستشار في سفارة الجزائر بأوتاوا عندي 1987. بعد لما تغير راح شادلي في عهد مكتب العلبة السوداء يعني بين 94 2000 سيد خدم كسفير الجزائر في بون ثم في برلين. يعني 6 سنين هذه في أثناء هذه الفترة اللي كان هو في ألمانيا جات زارت وسيبت مات مرتو وخرجت مع بنتها خرجوا يقضيوا. لما خرجوا يقضيوا نسيبتو سرق تروبا في المونوبري كي جات خارجة كموها لي كونترولور دات لها بروسي 300 دوتش مارك ذاك الوقت ما كانش ليرو وفي عوض دولت فمها مرت السفير حبت تفهم قبل نيروان بروسي عندها كي تزير قولها مرت السفير عارفة اسمحي لنا انت يا مرت بقلع رجلي مقلع نقول لها مقلع لا طابا ولا تنجح عمار كيف كيف لنا كيف تنحب لي رئيس السفير داروا البروسي ولكن ذاك الوقت كان السمراوي محمد اللي من بعد نشط ماشي لأسباب سياسية ولكن لها القضية تاع روبا اللي سرقتها نسيب الحناش محمد السمراوي كان هو ممثل للدي ار اس في ألمانيا عيطوا البي ان دي وجهاز الأمن الألماني عيطوا محمد السمراوي قالوا يا ودي ها واش حصلوا يلزمكم تسحبوا السفير الألمانيين يشوفوها يلزم ينسحب السفير يلزمكم تسحبوا السفير لأنه السيد راهو وسخ بلادكم وسخكم. سما راهو قبل ما يدير التقرير ديالو مشى شاف السفير هذا ما حناش قالوا يا ودي واش قالوا لي الألمان عاوش قال الأجهزة الأمنية تاع المانيا هو قال والدنا طاح في الأرض ما عندهاش طاح في الأرض ويبكي ويا خويا استرني يا خويا استرني. الكلام هذا نقوله لي محمد صحراء محمد صمراوي في سنة 2001 لما التقيته في ألمانيا مشيت عنده للدار كان صديقي وحكي لي القصة هذه ورا لي شانستير لي هذا محمد حناش قال لي هذا لي شانستيري باش ما نهدرش باش ما نكتبش عليه ولكن السمراوي ثاني خواف اللي توم يجي يكتب طير هذاك هو دوره كيف السفير مرت ونسيتو يسرقو يسكت عليه دار تقرير كي دار التقرير عيطولو في 48 ساعة قالو تدخل ويدخل ولادك ومرتك وتغلق البوست ايه وش لي صرا في عوض يدخل السفير يدخل ممثل الأمن رئيس مكتب الأمن في السفارة لأنه بلغ عليه حبط هو راح خلى مرته ولاده فيه حبط قالوا مش لي كاين كان ذاك الوقت جنرال عبد الرزاق كان هو مدير الأمن جرطي بن جرطي بن جرطي كان هو مدير الأمن الخارجي راح يشوف قلبي في قلنا لكم ما تكتبوش على السفارة ما علاش تكتبوش على السفارة لأنه كل سفير عنده خيط صحيح عاكم فيه هذا في الجزائر بقين السفارة قالوا يا أخي قلنا لكم ما تكتبوش على السفارة ما علاش تكتب على السفير قالوا بينا خدمتي أنا يرتقيت مع الدي ان دي خبروني عن شيء يفاديك نمدلكم قالوا المهم راح شوف وفيق دفاع معه مشى عند
توفيق. كان ذاك الوقت مدير ديوان توفيق رشيد العلالي عطافي. مش عنده ما عطاني فهمه، قال له ودي ما يلزمش تكتبوا على السفراء، ما يلزمش كذا، قال له بعدين المهم يلزمك تدخل خلاص. قال له ما قدرتش تدخل، ولادي راهم يقراوا، انا في شهر مارس، انا في شهر مارس ولادي يقراوا، ما نقدرش يعني هكذا. قال له شوف نعطيك شهر بوجود امور، باش قالوا يلزم ندير الاخر رد دار يعني كريهه طوموبيل كذا. قال له المهم عندك شهر في يدك، واروح انا جينيرال محتاجه، محتاجك تكون هنا عنده في الجزائر. سما راهو يخاف، رجع لماديا خاف، راح شاف محامي طلب له اللجوء السياسي، ولا بهذا ما يشاء، زعما راهو ضد السياسه تاع العصابه اللي هو كان، هو كان جلات، راهو سي ان تورسيون، كان حاكم مركز شاطو. المهم او في سمعنا جابوا له هذاك، جابوا لازيل فرغ البيرو، هو كانوا ديجا قطعوا له التليفون، قطعوا له الشيفر، قطعوا له كلش. قالوا ما بقيتش ممثل يعني، يعني شرط واش دورك باش تروح، نحاولوا طوموبيل ولا حناج دار فيه مزيان، دار له طوموبيل ودار فيه مزيان، دار له مفتاح بيرو، غير دار دراسي في سمانات حط له مفتاح البيرو وجبد. من ذاك النهار هو اللي صرا الحكايه في 96، انا في 2001 باش تلاقيتو اتصل بيا دونك شفنا حكى لي هذا الحادث هذا. تصور انه واحد اللي يشوه البلاد هذا يبقى وبقى الى غايه سنة 2000 وهو سفير في ألمانيا، وبعد مشى إسبانيا في 2005 مشى سفير لإسبانيا حتى 2016 2020 تعين في بروكسل، 2020 تعين في بروكسل كسفير، و أعطاله مهمة، قالوا له يلزمك يعني أنت تحضر لنا العلاقات، خدمة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يعني بعد ما وصل ليه كانت العلاقات بين الجزائر وأوروبا ما كانتش مليحة اقتصاديا، حيث كانت الجزائر تستورد من أوروبا ما بين 2005 و 2018 استوردت الجزائر ما قيمته 320 مليار دولار، مليار أورو، والجزائر من جهتها صدرت لأوروبا 15 مليار، ما قيمته 15 مليار أورو، يعني 320 مقام 500، يعني الجزائر خاسرة تماما مع أوروبا. دونك قالوا حنا شفت كيفاش تعاود تسيب منا الخواش، قال سيدي نهضرب نبا عميل وتعين في فيفري 2020 في بروكسل، هاو راح تقري الملكة. هذا يدل دابور يعطي صورة على عدم استقرار المؤسسات في الجزائر، عدم استقرار الأوضاع في الجزائر. هذا يعني السيد غير كيما عينوه ما عندوش عميل، اي يمشي لبروكسل روح لواشنطن، واشنطن واش كاين فيها باش يعوض احمد بوكا.